الثاني العربي بالوطن العربي راح ان شاء الله ينزل بشهر الخامس. فقررنا انه نصور هذه الاغنية حتى تكون هي السنجل الثالث لنا. اخترنا لغة العين كليب. هو أول تجربة عمل مع صديق عزيز وأخ هو جو بوعيد. يعني شعور كلش حلو إنه تتعامل ويا مخرج تؤمن بقدراته وبنفس الوقت هو يعني مثل أخو إلي وللشباب. يعني الكليب يمكن مش كتير من الغنية قد ما هي من علاقة بيوتي أنوان، وقد ما أنا بعرف إنه هن اللي مسيرة اللي مش شوفيها وقد يتنقلوا بحياتهم وقد بعدهم يمكن عم يتنقلوا هيدا التراجيل اللي عندهم يمشوه. يلا في يا شباب، يلا شباب، قربوا نكزي قدامتهم واحدة، أوكي؟ وعم تغنوا يلا استنبعي نفسها مرة قبل سلتني بلحظة جنون. لو أنا غيرك هويت، هل تقدر تسامحني يوم ولا جافيني ما حييت؟ قلت لها هذا السؤال ما تحتاجي تسألي. بساج دون زانترا بيقطعوا فيه اليوتي انوان انترا بفيريك اونيريك، منه منشوف يعني منه منحس نكزي قديه هن منو مستابل بكل الكارير تبعيتهم وعم يتنقلوا وعمانتون بيكون نحن بمطرح شوي بو كوانسي وضيق لنقدر نعمل هاللغة العين يعني وهالمومونات دو سيدكسيون اللي حيقطعوا بين بلوزيور باساجير دو سوتران فام اكيد ولي يوتي انوان. ساعتها جاوب علي قالت تصوير كلش طويل أكثر من 24 ساعة متواصلة وتشوفونا حاليا تعبانين وما نقدر نتنفس، بس هذا وظيفتنا وشغلنا ونحب شغلنا هواية. قلت لها بكل الوجود مثلك انت ما لاقي اثنين، لكن لو فرضنا موجود. بدي تشوفون الانتاج ايش قد كبير، ودي تشوفون ما شاء الله شباب بنوا قطار بالاستوديو ويعني ما شاء الله كلهم متعاونين وشي كلش حلو، لان ما كنا متخيلين انه هو راح يعني الشغل راح يكون بهالضخامه. احبك 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 قالتها وغمضت عينيها. احبك 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 قالتها وغمضت عينيها.
مدى نقدر نتخيلها إلا ورا ما يطلع العمل للناس ونشوفه إحنا، لأنه إحنا همينا ما نعرف بالتدقيق يعني التفاصيل العمل، فإحنا ننتظر جواب وعيد إنه يفاجئنا أكثر بالعمل النهائي ونشوفه. وأكيد أكيد راح يصير حلو، لأنه فعلا قضينا أحلى 26 ساعة بدون ما نحس بالملل ولا بالتعب يعني.